بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حياكم الله وأحسن الله مثواكم وإلى الصراط المستقيم هداني وإياكم. أحباب الله، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياتنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هي آية من آيات الله جل في علا. من أين خلقت؟ هل خلقت الزوجة من القبضة؟ هل خلقت من الرجل حتى ترضع؟ خلقت من أين؟ جميع يعلم، خلقت من الضلع. أين الضلع أحباب الله؟ الضلع جنب القلب، حتى تحبها وترحمها وتحسن إليها. الله سبحانه وتعالى يقول لتسكنوا إليها. إذن أمر هام جدا أنك تعلم هي سكينة وليست سكينة، سكينة بقلب الواحد لا قدر الله، لا لا، سكينة. الهدف من الزواج هو السكينة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن متى ما قلت نعم قبلت، متى ما قبلت الحلال وسهلت الحلال يا أحباب الله، الله سبحانه وتعالى سيجعل المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الدنيا هذه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم متاع، وخير متاع المرأة الصالحة. إذن أحباب الله، انظر إلى هذه المسألة: اثنين بدخلوا بالزواج، بدخلوا بهذه الشراكة، بس ما ننتبه لأمر هام جدا، اللي هو وهو إنك الباربيكيو، حفلة الباربيكيو وطلعة الباربيكيو بتجهز لها أمور كثيرة من الفحم واللحم والشحم وكل الأمور هذه. أما الزواج ما منجهز إلى كرت، بطلت على هاي الأيام كروت، حتى صار كلها ديجيتال. بتجهز لها شوية كيك كاتو مش عارف إيش، بس ما منجهز أنفسنا، ما بنجهز أنفسنا وما بتجهز العروس نفسها. كيف أكون زوجة مثالية؟ الزوج كيف أكون زوج مثالي؟ كيف أكون أب مثالي في المرحلة القادمة؟ كيف أكون أم مثالية في المرحلة القادمة؟ إذن هنيئاً، هنيئاً بمعنى الكلمة وبأوسع كلمة، هنيئاً للي الله سبحانه وتعالى رزقه بنت حلال، وهنيئاً للي ربنا رزقها ابن حلال. فلذلك الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا الوئام وهذه الشراكة مودة ورحمة. مركز سكينة، مركز سكينة، مركز السكينة على وجه الأرض في بيتك. الله سبحانه وتعالى علمنا أنها سكينة لتسكن إليها، والبعض ياخذها كيس ملاكمة، أو هي ما يخدته بنك بس للمصرف، أو هو ما يخدها بس مشان يتباهى فيها جنب الأصدقاء. على فكرة التباهي، وهي شوف زوجي شوفوا إحنا بالمطعم، هاي شوف زوجتي إحنا بالمطعم شوفوا، أو إحنا شوفوا بالفيكيشن بالرحلة. ترى على فكرة الشمعة اللي بتخليها بالهواء بالريح تنطفي، والنعم اللي بتخليها قدام عيون الناس راح تيجي وتقول طنيب ودخيل، أنا مصيوب بالعين، أنا مسحور، أنا كذا، أنا كذا، طارت النعم. ليش؟ أنا خليتها هدف لعيون الناس، للعين والحسد. العين حق أحباب الله، والحسد من أول الذنوب على وجه الأرض، ومن أول الذنوب في السماء، عندما حسد إبليس نعوذ بالله منه آدم عليه السلام فلم يسجد له، وفي الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل بسبب الحسد. إذا أحباب الله، لا تعرضوا نعمكم وزواجكم وسكينتكم إلى المدافع، مدافع من العيون حتى تدمر. فعلا أمر خارق حارق، الأمر ليس بخيال وليس بفكشن زي ما بيقولوا بالإنجليزي فكشن، لا، هو فاكت، حقيقة. أحباب الله، البعض ينتبه إلى هذه المعادلة. أنت داخل في الزواج كأنك داخل على الخط السريع، هذه سيارتك وهذه زوجتك،
أو هذه زوجتك الخط السريع وهذه سيارتك داخل أنت على الخط السريع. هذه الكلمة بسموها merging into the highway، يعني أنت بتدخل شوي شوي داخل الخط السريع، تتأقلم وتفهم وتتعلم وتتماشى مع عقليتها وتتماشى مع عقليتك. بس إذا دخلت الدفاشة، طبعا أنا ما مقصد الدخلة، قلت الدخلة، أنا بقصد اللي هو هذا الوئام وهذه الشراكة، هذا الالتحام، إنه يكون بصيغة كأنك داخل على الخط السريع، على الخط السريع the highway. You merge into the highway. أيضا you merge into the marriage. فحتى الزواج محتاج إنك أنت تدخل في الزواج بتأقلم وبتأني، حتى الله سبحانه وتعالى يرزقنا فهم آخر، ألا وهو ارحم ضعفها وارحم ضعفه. لا تتوقع إنه كامل هذا الزوج، هذا اللي عندك قاعد مش كامل، ما فيش أحد كامل، وهذه الزوجة الكريمة ليست بكاملة. ارحم ضعفها، إذا تعاملت معها على أساس إنها كاملة، إذا تعاملت معها على أساس إنها لا تخطئ، إذا تعاملت معها على أساس إنها عطست، شو اللي عملتي؟ لا، أنت راح تكون في تعاسة فوق تعاسة، تعاسة متلتلة، هذا قولت أحبابنا المصريين. طيب، فالأمر إنك ترحم ضعفها وترحم ضعفك، ولا تتوقع منك، لا تتوقع منك الكمال، أمر هام جدا. خلق التغافل، خلق التغابي من الطرفين أمر هام جدا. أحباب الله، هناك بعض البيوت حرقت ودمرت وشتتت و و و و بسبب أمور بسيطة، كانت نار بسيطة شرارة، فأصبحت في العمارة حرارة ونار ودمار. ليش؟ لأن تجاهلنا القضية أو تغابينا عنها. لا، على كل إشي منك نو. ارحم ضعفها، ارحمي ضعفها. سوي نفسك أنك ما سمعت هذيك الكلمة، سوي نفسك ما انتبهتش إنها والله كسرة الكاسة الفلانية، ما مش على كل إشي. لماذا؟ حتى تتهنى في ما يسمى بالحياة السعيدة، ولا تكون متمرد ومتمردة. لا لا لا، عندك كيس ملاكمة، إذا فيك حرة روح لكيس الملاكمة. طيب، أما تكون متمرد ومتمردة وتشدوا بخناق بعض، تعاسة، السكينة تصبح سكينة والعياذ بالله. أيضا أمر، إحنا اليوم قاعدين هيك يعني زي نقوم نخرف أو نتكلم، أو طيب الفلاحي نتخرف، طيب نتخرف. الأمر أيضا العظيم والهام جدا، إياك والطلاق. بس الآن بيقولوا بيعملوا cut and paste، بيقول قال إياك والطلاق. نعم، إياك والطلاق. أنت زوجتي هذا الحلو الطيب هذا، أوعي دير بالك الطلاق. وإذا أنت تزوجت هذه الطيبة فاظفر بذات الدين تربت يداك، إياك الطلاق، إياك. لأن لو قمت بهذا النوع من الطلاق ستكون تعيس، وستكون تعيسة، غضب أبان غضب، يعني غضب فوق غضب. إيش هو الطلاق؟ اللي هو إياك تطلق أمك وأبوك. لما تتزوج الطيبة هذه، لما تتزوج هذه حبيبة قلبك، إياك تطلق أمك وأبوك، والله تعاسة مضمونة لك كل حياتك. وإياك إنك ما تعينها على بر والديها، إياك أن تطلقي الوالدين، إياك. لأن الزوج هذا الكريم إن أعانك على أنك تطلق أمك وأبوك وتطلقي رصاصة الرحمة عليهم، على العلاقة هذه، لن تهني بزوج ولا بأولاد. فبر الوالدين من أمور ما يسمى ما يسقي ويغذي الحياة الزوجية، هي روح الحياة الزوجية، أنك تكون بار بوالديها، تساعدها أنها تكون بار بوالديه، وتساعديه يكون بار بوالديه. هذه من الأمور أحباب الله اللي تجلب السعادة والبركة والخير والخيرات، وتقي
مصارع السوء كما علمنا خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أحباب الله، زي ما بيقولوا it's a million times better to be single than being with the wrong person. مليون مليون مرة أفضل أنك تكون عزوبي أو تكون عزوبية بدلا من أن تكوني مع الشخص الخطأ أو مع الامرأة الخطأ. أفضل أنك تكون عزوبي. ليش؟ راح تكون تعاسة فوقها تعاسة. ولكن إذا قبلنا بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم، من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرجل دينه وخلقه. المرأة عادة يقول لك تتبع الخلق تبع الرجل، فلازم خلقه يكون طيب وجيد، مش بس دينه، أخلاقه. فأحباب الله، لما بتجيني قضية وبتقول لي أنا بقدر أتطلق، أنا حاملة أو أنا حامل، ليش تتطلقي؟ ما تصطلحوا أحسن لكم. لا لا لا، يعني أنا مش متصلة فيك يا شيخ مشان أصطلح أو ما أصطلح. طيب تفضلي، ليش متصلة؟ أنا بس بسألك، هل يجوز، هل يقع طلاق الحامل؟ طبعا يقع طلاق الحامل وعدتها عند الولادة عندما تضع. بس ليش، ليش تتطلقي؟ ما تصطلحوا. في إيش اسمه الصلح وإصلاح، في إيش اسمه الصلح وإصلاح. ليش هيك هدي من روعك هدي؟ قالت لا 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 لا، أنا مسكته مع عدة نساء. أبدأ أقول لكم الرقم مشان لا تنصدموا. مسكتي مع عدة نساء، طيب وكيف مسكتي؟ معناته تجسستي. قالت ايه، كنت اطلع على الساعة الالكترونية تبعته. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا. يا بنت الحلال، في بعض الامور تطوى ولا تروى، في بعض الامور اعطيه فرصة يتوب الى الله سبحانه وتعالى. بس لما تبحمشي تطلعي المدفون مش لصالحك، ممكن اخطأ. ثم تاب توبة نصوحة، تاب توبة نصوحة لأولاد الخمسة اللي معك والسادس في بطنك، محتاجين الأب. بس تبحبشي وراه، طيب فرجيني هذا الأب شو قصته؟ هل كان يصلي لما تزوجك وكان يحافظ على الصلاة؟ قالت لا ما كان يصلي. إيش؟ عيديها، ما سمعت. ما كان يصلي وما كان يصوم. والله ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة الخير، انتم تفكروا الدين لحية بس، هذه الدين؟ لا، الدين سعادة أم تعاسة؟ تعاسة. الدين حياة نظيفة أم حياة قبيحة نجسة؟ لذلك الدين، الناس بتفكر دين والله هذا متدين، لا 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 لا، هذا سعيد أم تعيس؟ هذا يعاني أو هذا مهما صابت مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا لما إنه ما بيصليش وما بيصوم ورحبتي فيه، شو متوقعة؟ قالت مسكت بعلاقات مع 10 نساء. طبعا لن تعرفوا عن من أتكلم أو عن جنسية من. مع 10 نساء. قلت لها سبحان الله. قالت إيه، إشي عرفت عن الساعة وإشي هو قال لي، هو اعترف. طيب يا أحباب الله، لما نسينا أو تناسينا أو أهملنا أو قصدا نسفنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضون دينه وخلقه. الدين والأخلاق، ترى الأخلاق أمر عظيم جدا. ترى إحنا عندنا أزمة أخلاق ليوم الدين، عندنا أزمة رهيبة بالأخلاق. اللهم علمنا، اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا. إذن لما تطلع على المرأة تقول الحمد لله الذي أحسن خلقي، اللهم حسن خلقي كما أحسنت خلقي. فأحباب الله، مسألة الأخلاق أمر هام جدا جدا جدا. عجبك الشعر ولا عجبتك السيارة، هذا كله بطير إذا ما في أخلاق. الآن أنت بمعاناة شديدة وآلام ما يعرف فيها إلا الرحمن. موت سريري، موت
دي يوم بعد يوم. لماذا؟ لأننا قلنا يلا ما أنا بصليش كمان. يمكن هي كانت ما تصلي، أنا نسيت أسأل هذا السؤال، يمكن هي ما كانت تصلي، يمكن أبوها اللي خلفها ما كان يصلي. إذن يا جماعة الخير لا نتهاون نستهين بأمر السعادة، لأن التعاسة مؤلمة، مستحملش دبوس، أنا بجر الكرسي جرح إصبعي الآن على الهواء مباشر، دبوس ما مستحمل، استحمل آلام نفسية وجسدية وتعرض للأمراض وخسارات و لماذا؟ لأنه لا يصلي ولا يصوم ولا أخلاق إسلامية. إذن هل نستطيع على التعاسة؟ بلاش التعاسة، هل نستطيع أن نفقد السكينة؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، peace in the mind, peace in the heart، سلام وأمان واطمئنان بالعقل وبالقلب. أحباب الله نتذكر أن في بعض الحالات الصلح والإصلاح هام جدا. الصلح سهل، جاب لها ورد شوكولاتة رماها ببوزها هيك، طيب أو قبلة بوزه، طيب اسمحوا لي باللغة هذه لأن أذتني وقهرت عليها، 5 أطفال وحامل ومصيبة فوق مصيبة وآلام، يعني إحنا منحس أحيانا منحس بآلام البعض بس ما منحس بكل الآلام. الصلح أمر سهل، الوردة هالشوكولاتة هالبوسة انتهى الأمر، لا ما انتهى، في أمر أعظم من ذلك، الإصلاح. ماذا يعني الإصلاح؟ واحدة معصبة على زوجها ومقهورة من زوجها لأنه بنزل يوم الخميس وحابة أن تقضي معي يوم الخميس، بنزل أرقل أرقل، ما قالت له الأرقيلة مضرة، ما قالت له الأرقيلة ريحتها كذا وكذا، ما قالت، قالت له بس إن أنا كنت يعني تتركني بتروح، anyway سببت الأرقيلة الطلاق. طيب لما يجي الصلح سهل جدا، هل وردة هل بوسة هل شوكولاتة، طيب ثم الإصلاح سهل، ما في أسهل منه، يعني بطل الأرقيلة، بطل الأرقيلة. قال لا أنا ببطل الأرقيلة بس يوم الخميس، لا راحتك، أنت اللي راح تدفع الثمن بأولادك وبصحتك وبعافيتك وبدينك وبي وبي وبي. العملة ترى غالية، ترى العملة مش بالدولار، العملة أحيانا بالأولاد، بالعقل، بالراحة، بالسكينة، بالكذا وكذا، العائلات أمرار تتدمر مع بعض. فيا أحبة لما قبلتي بفلان وما انتبهت إلى قول الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، ما انتبهت إلى قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، الله يجعلنا من مقيمين الصلاة، نسأل الله ثبات في الدين وحسن الخاتمة. أحباب الله تذكروا، رب مستمع خير من متكلم، دائما إذا حدا بينصح أو بيذكر لا يعني أنه أفضل منك، ولا يعني أنه بتكبر عليك، ولا يعني عامل شيخ عليك، لا، معناته أننا نتعاون على البر والتقوى، معناته أننا كالبنيان يشد بعضه بعضا، معناته أننا من استطاع أن ينفع أخيه فليفعل كما علمنا خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا جماعة الخير خليني شوية هيك أروح بطريق ثاني، دائما أدمن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، أدمن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحياة الزوجية. أحباب الله مش عيب إنك دخلت بالحلال وطلعت بالحلال، العيب إنك تدخل بالحلال وتطلع تطلع روحها أو تطلع روحك، هذه العيب، هذه المصيبة. ساكن بالمعروف وتسريح بإحسان. فإذا العائلة هذه لما قال لي أحد الشباب الحلوين قال لي أوه شيخ أنا عرفتك من صوتك، قلت له أهلا وسهلا مين حضرتك؟ قال لي أنا فلان فلان. أوه والدك ما شاء الله، الله يحفظ والدك، أنا بحب والدك.
كيف حالك؟ ما بعرف وما بدي أعرف. أوه ليش؟ لأن ما بدي بحكيش معه. لا 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 لا، ترى أنت ما راح تعيش حياة سعيدة والله، انسى. يمكن الوالد يموت قبلك، عادة لا باول الله يطول عمركم بالصالحات والصحة والسعادة، عادة الأب الأم بيموتوا قبل الأبناء عادة. قلت له بس أنت حياة اللي قدامك هاي بدك إياها تعاسة وآلام وإنك ماشي على دبابير ومسامير، ولا بدك إنك تكون في راحة؟ ترى الهم ما حدا بيقدر يشيل الهم. يلا تعال خليني أعزمك ونروح نتعشى أنا والوالد الكريم، خلينا يعني نبدأ البر. لا لا ما بصير هذا الكلام إنك ما بتحكي مع والدك، أنا أعزمكم على العشاء، خليك تكون بار بوالدك. قال لي بري بوالدي إذا شفته بالشارع ما أضربه. الله أكبر، يا لها يا لها من تعاسة. بري بوالدي إذا شفته بالشارع ما أضربه. خيبة هداك الله، خيبة هداك الله. ورب الكعبة، طب مين اللي سبب هذه الخيبة؟ اللي سبب هذه الخيبة الخلافات الزوجية اللي بدت بشرارة فحرقت العمارة، اللي بدت بمحرضة أو محرض فدمر كل ما بنى. إيش استفدتي أختي الفاضلة لما تستعملي أولادك كسلاح أو عصاية تضربي فيهم الزوج؟ بلا سلاح، كاسة. لما تستعملي أولادك ككاسة هو يستعملهم ككاسة، الكاسة أول من ينكسر اللي هو الأولاد، قبل إيدكم الكاسة اللي راح تنكسر. وساعتها إذا بيقول إن بري بأبوي، قال لي يا وجه لوجه، بري بأبوي إن أشوفه بالشارع ما أضربه. الله أكبر، والله لو بعرف الكف بيصلحه وبيهديه كان عطيته كف عليه شطة أو عليه شو يسموها طحينية، بس ما بيصلح. بالعكس والله بدل ما استعمل الكف استعملت إيدي إني أدعي له الله يهديه. مصيبة، هذه مصيبة، ترى المصيبة هذه للأم. إذا كان عاق بوالده اوعى تفكر إنه راح يكون سويت هارت إلك، زي ما بيقولوا حبيب ومطيع ورائع. لا والله، إن كان عاق لوالده بسبب خلافاتكم الزوجية، بسبب السموم الزوجية، ترى أنت أول من يتسمم ويتألم ويندم ولا يفيد الندم. إذا أحباب الله تذكروا، نتعاون على البر والتقوى. تذكروا من استطاع أن ينفع أخيه فليفعل. والله الهدف من هذه الكلمة أنك تقتطف من هنا فائدة وتقتطف من هنا فائدة، حتى لا تدفع الثمن، تأخذ النصيحة وتأخذ التجربة مجانا. الغير دفع ثمن، أولاد دفع ثمن، أموال دفع ثمن، عائلات دفع ثمن، صحة دفع ثمن، قد يكون دنيا طيب وخسارة الآخر. إذا أحباب الله، ترى هذه الأسرة، الأسرة والسكينة داخل الأسرة أمر هام. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يرزقنا وإياكم السكينة ويرزقنا الحكمة. طيب نرجع لقصة الباربيكيو، راحوا على الباربيكيو جابوا الفحم واللحم والشحم وكل شيء وأعدوا. طيب للزواج ما بيعدوا، أعد عد، حتى لو أنك متزوج الآن صارك 20 سنة، اسمع في كورسات، ترى الآن المعلومة ما في أسهل منها، ما في أسهل منها. إذا أن أنت عندك ماجستير بسهولة تدرس وتجيب الدكتوراه، كل العلوم وكل الكتب موجودة الآن، وكل الحكم موجودة، والخبراء موجودين على النت ببلاش إلا ربع. فلذلك حتى لو أنك متزوج صارك سنة أو 20 سنة، طور من نفسك في العلاقات والمعاملات حتى تكون الثمرة لتسكن إليها السكينة. عدا عن ذلك ترى الحياة مؤلمة، قد تكون مليونير، وأنا الحمد لله الله يصلح أحوالهم، قابلت كثير من المليونيرية اللي يعانوا يعانوا. ليش؟ لأن بالبيت ما هو سعيد، ناجح بالتجارة متألم غير فالح في البيت، والأمر قد ينقص حكمة معينة.
قد ينقص كورس معين، قد ينقص أن لا تغضب لا تغضب لا تغضب تحل لك كل حياتك، قد ينقص أن امسك لسانك لما تعصبي اسكتي أختي الفاضلة، اسكتي لما تعصبي ضليكش تبربري. ليش؟ البربرة هاي لها ثمن. إيش؟ البربرة بالفلسطين هي يعني الحكي الكثير له ثمن. شو معنات الحكي هذا؟ فشية الغل لها ثمن. لما واحد يروح للشارع ويشوف رجل أمن إذا خبطوا كف سهل الكف، ولكن ثمنه غالي جدا. ثمن فشية الغل بالكلام قد تكون الطلاق، قد يكون آلام ما يعرفها الله سبحانه وتعالى. فلذلك إنه حافظي على بعض الأمور اللي قد تكتسبيها من السماع إلى بعض الأخصائيين. عندنا أخصائيين وكل محاضراتهم مجانا على النت. اكتسبي حكمة معينة، دواء معين لحياتك الزوجية، سلوك معين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيش بتقول؟ مش بقول، هذا مش كلامي، هذا كلام ربنا جل في علاه. إن الله، انتبهي انتبهي أخي الفاضل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إيش معنى التغيير من ربنا؟ التغيير الإيجابي الرائع يأتي من الله، بس غيروا شغلة شغلة بأنفسكم، ابدوا بالنية. هذا الدرج المتحرك لو اطلعنا عليه مرارا وتكرارا ما راح تصعد إلى الطابق الثاني، ولكن اخطو خطوة تصعد، اخطي خطوة في قلبك نحو التغيير، الله سيغير إلى الأفضل. إن الله لا يغير، هنا الله سيغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أحباب الله، أحباب الله، اعمل سكانينج لحياتك، اعمل دايجنوز لحياتك. طيب شخص وين الخلل؟ وين الخلل؟ معقول انه زوجتي مدمرة او زوجي مدمر؟ لا لا، قد يكون في دامج. يعني لما تيجي للسيارة وتخبطها بوكس شو صار؟ صار دامج قابل للتصليح. هسه بيقول قال انه اخبط زوجتك بوكس، لا 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 بحكي شيء، بحكي في فرق بين الدامج طيب والديسترويد. دامج يعني في نوع من العطل، ديسترويد اللي هو مدمر. العلاقة قد لا تكون مدمرة، قد يكون فيها نوع من الدنت. دنت يعني طعجة قابلة للتصليح. فلذلك أحباب الله، هناك المحاضرات والكلمات والأدوية، لأن الكلام على فكرة دواء، الكلام دواء. يعني الآن حتى الدكاترة النفسانيين، مش الدكاترة النفسانيين، في علم اسمه علم العلاج النفسي اللادوائي. الكلام ترى دواء، الكلام والحكمة والموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن أحباب الله، لا تستهين بكلمة تسمعها من أخصائي مخلص، طبقها. لا تستهيني أختي الفاضلة تسمعي من أخت فاضلة حريصة على سعادتك، مش اللي قاعدة بتحرض فيكي، مش اللي مطلقة وقاعدة بدها كل كندا تتطلق ولا كل العالم يتطلقوا، الله يهديها ويزوجها ويكفينا شرها. طيب لا، اسمعي من الأخت الفاضلة الحريصة على حياتك، اسمعي نصيحة معينة قد تكون رحمة وراحة وإنقاذ لك ولأحبابك أو فلدة أكبادنا. إذن أحباب الله، إذا ما انتبهت لقول معين في هذه الكلمة، انتبهوا لقول الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انتبهوا لقول الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها. انتبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا متاع خير متاع المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خيركم وأنا خيركم لأهلي. أحباب الله، ترى في البعض بيقول لك أنا خليني قاعد عزوبي وأحسن لي. لا والله، إنك بتعاسة تعال قابل اللحية، تعال قابل اللحية حط لك منيو هالقد، منيو يعني لست طويلة، إنك بتعاسة. لا تقول، لا تقول، ترى السعادة بأنك تكون مع
بنت الحلال اللي تعبوا عليها امها وابوها، وابن الحلال اللي تعبوا عليه امه وابوه، انك تكوني معه. واحيانا ايضا مشكله عظيمه، اسمحوا لي بالدقائق هذه اذا عندكم وقت، او انه تقصوا الاستماع الى بسمع شويه بعدين بسمع شويه، لان الناس بطلت تحب تسمع الى ربع ساعه ونص ساعه. انا بحب، انا بحب اسمع ساعه او ساعتين بس استفيد بشيء يغيرني، يغير فيني، يطور فيني. لا اله الا الله جل في علاه. اذا المساله هنا احباب الله، لا اله الا الله، فلتت الفكره مني خير ان شاء الله. لذلك صيد الخاطر في كتاب صيد الخاطر. فالامر هنا عندما تطور نفسك او تطور نفسك، تجيب شغله جديده لحياتك ولمعاملاتك. احنا منجدد الاثاث، ومنجدد السياره، ومنجدد العماره، ومنجدد ومنجدد، واخر شيء نفكر فيه نجدد من انفسنا. يا جماعه الخير، ترى الحكمه ضاله المؤمن، وين ما تلاقيها اكتسبها. الحكمه موجوده في القران الكريم، اكتسبها بالمعاملات. الحكمه موجوده بقول خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتسبها. الحكمه موجوده بقول عالم حتى لو ما كان مسلم، حتى لو ما كان مسلم، عالم خبير. فعلا الحكمه هذه لا يعني لا غبار عليها، وليست ضد الاسلام حتى لو هو مش مسلم، ولكن عنده حكمه مفيده بالتعامل والمعاملات والسعاده و اكتسبها. لذلك احباب الله، عش ما يسمى living well is the best revenge، معناته انك تعيش بحياه طيبه هو افضل ثأر. طبعا احنا نثأر من الشيطان نعوذ بالله منه، ولا تساعد شيطان زوجتك عليها فتتمرد عليك، ولا تساعد شيطان زوجك عليه فيتمرد عليك. يا جماعة الخير، هذه مسألة أيضا هامة جدا. قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قلنا قول الله سبحانه وتعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شو استفدنا من هذه، شو استفدنا من هذه الكلمة، شو استفدنا أيضا؟ إنه أحباب الله، الشيطان نعوذ بالله منه يكره الزواج. فعلا الشيطان نعوذ بالله منه يكره الزواج. أنت فيتوج الشيطان، إبليس نعوذ بالله منه يتوج الشياطين اللي تفسد بين المرء وزوجه، تفسد تخرب بالزواج. يتوج يقول له انت شو عملت، هذا يقول انا خليت فلان يسرق، روح. انت شو عملت، خليت فلان كذا، روح. على انت شو عملت، قال انا ضليتني ورا فلان حتى طلق زوجته. ايش؟ طب الطلاق حلال. لا، يتوج على انه خلاهم يطلقوا بعض. لا، ما توجهم انه خلى هذا يسرق ولا يشرب. ولذلك احباب الله، ترى الامر مش مساله كتب كتاب وزواج وما ادراكم. الامر مساله عون على الدين والدنيا. المسألة أنها إما سعادة إما تعاسة مؤلمة حارقة خارقة للقلب. إما أنه زي البعض اللي بيقول لك إن أكون أنا قاعد لا شو بدي بالزواج، لا يا حبيبي، لا 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 لا، ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوها الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالوها إلا من يختفوا تحت هذا الستار هداهم الله. شو بدي بالزواج، شو بدك بالزواج؟ طب الحياة اللي عايشها انت بالحرام هذه، عد وخربط كم آلام سببت لك، وكم حرمان، وكم. نسأل الله لنا ولكم الهداية. ولذلك أحباب الله، بدأنا بقول الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا جماعة الخير، اخذ خطوة تجاه الله سبحانه وتعالى، يأتي لك هرولة برحمته وكرمه ومنه ومغفرته. فهنا كلمتنا اليوم على بعض الأمور في الحياة الزوجية من قبل ومن بعد. إذا اتفقنا من قبل، درب نفسك، أهل نفسك، خذوا حكم، خذوا كورسات. والله أحيانا هي جملة واحدة حل مشكلتك، أو سلوك معين أنك تتركه حل مشكلتك.
احيانا اكتساب سلوك معين هو حل مشكلتك، احيانا ان الواحد يسكر ثمه حل مشكلتك وحل مشكلتك اختي الفاضله. فليصمت، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الواحد لما يغضب يسكت يصمت. احنا بنعرف الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، بس لا، في حديث ثاني اذا الواحد يغضب يصمت يسكت. مدير كبير في كندا ما شاء الله تبارك الله ناجح وجه لوجه، قال لي انا لما اغضب عنده تحته، يعني هو مسؤول، وحشاء للكلمه هذه تحته، يعني مسؤول عن، نقولها under him، مسؤول عن تقريبا 396 موظف من بينهم مدراء هو المسؤول عنهم. قال لي انا لما بغضب الكل بيعرف، من صغير وكبير، من مدير، من الكل بيعرف. قلت له كيف؟ انا تخيلت انه بقعد يرمي تراب على نفسه، يمعد شعره، شد شعره. طيب قال لا، قال انا لما بغضب بسكت. الله قوه بيعلموها بالمدارس النن مسلم غير الاسلاميه، او الكورسات الغير اسلاميه والجامعات الغير اسلاميه، بيعلموك من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما بيقولوا لك هاي من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي انا بسكت، اذا بغضب الكل بيعرف. ليش؟ بضلني ساكت، واحيانا بدور حوالين المبنى. اختي الفاضله، فشه الغل سهله. اخي الفاضل، فشه الغل بالفلسطيني يعني انك تسنع، يعني انك تو بيرست، يعني انك تنفجر هيك وانك تكون شعله سهله. ثمنها مؤلم، ثمنها غالي، ثمنها اولادك، ثمنها صحتك، ثمنها اولادك، صحتك، عافيتك، البزنس، التجاره، المال، ال 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 لسه طويله. واللي ما بيصدقني الله لا يقول انك توقع وقعات شفناها مع ناس، بعضهم والله مني نريد يبكي بكاء الأطفال أمامه، طيب الله يفرج كربهم ويشافيهم عندما أشم لهم ويهدينا ويهديهم. لذلك أحباب الله، قد تستغرب ما تكلمنا عن الوضوء اليوم، قد تستغرب ما تكلمنا عن كذا وكذا اليوم، ولكن تكلمنا عن أمر هام جدا هام. يا جماعة الخير، صارت بعض العائلات أو بعض الأخوة يقول لك لا ما بدي شهادة الزواج، أنا طلقت من فترة. عمي تعال خذ شهادة الزواج تبعتك. لا والله أنا طلقت ما بدي إياها. الله المستعان. أحباب الله، رب مستمع خير من متكلم. تذكروا أن هذا الأمر، أمر الحياة الزوجية، أمر السكينة، أمر هذا الاتحاد، اليونيون، هذا أمر هام جدا. ولذلك اذهب واذهبي كي تطوري نفسك. ليش لا؟ يعني بتروحوا بتحطوا المبلغ الفلاني على شعركم مشان تضبطوا، ولا التلوين الفلانية، ولا المش الفلاني، ولا الزراعة تروح تزرع لي الشعر. يعني طور نفسك، والله طور نفسك. ترى الآلام اللي شفتها خلال تقريبا 39 سنة في تورونتو كفيلة انها تقتل الواحد. آلام لما تشوف ناس طيبين، راس رائعين، هذه بنت عيلة، هذا ابن عيلة، فجأة دخل بينهم الشيطان نسفهم نسف. هذه بنت عيلة، هذا ابن عيلة، كذا وكذا صار. على فكرة أمرار، هذه بنت عيلة وهذا ابن شرير. يس، هذا اللي صار. لقى واحد شرير الله يهديه، متمرد الله يهديه، فاسق الله يهديه، حقير كرمكم الله الله يهديه، روح يجيبوا له أحسن واحدة بنت حلال وطيبة وتصلي وما في أصدق منها، واو واو واو، بزوجوهم. نو حرام عليكم، فعلا حرام، وأنا أتحمل مسؤولية هذه الكلمة. أما إذا تاب إلى الله توبة نصوحة ونوى في قلبه التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
وا 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 طور ونظف وعمل وهذا وشال الصدى والعفن وا 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 من حياته واستخارت الله واستخار الله. أما يكون بكل الآلام والصدى والعفن ويل 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 بعدين زوجوا له بنت الحلال الرائعة، هذا ظلم اجتماعي خطير، هذا ظلم لهذه الدانة. دانة اللي هي اللؤلؤة الثمينة، اللؤلؤة الثمينة يوصلها غواص واحد يستاهلها، غواص يدير باله عليها يحافظ عليها، غواص ما يكون من الذين هم شياطين الإنس الخبث والخبائث والعياذ بالله. لما تدخل تكرمون الحمد لله من عليك الخبث والخبائث، ترى على فكرة في شياطين إنس أيضا. فلذلك مهم جدا جدا أحباب الله، مهم جدا للغاية، ابحث عن أصله وفصله، مش بس تطلع على شعره والله يا حاطط لي شوية جل على شعره، ولا سيارته حلوة، ولا بطلونه حلو، ولا مش عارف ريحته العطر هذا حلو، ويكون والعياذ بالله يكون إنسان مصر على الخيبة، مصر على أن يكون ولي الشيطان، مصر أن يكون مصدر للآلام، مصر أن يكون زوج. كم من ساعة وباقي الساعات شرير شيطان خبيث تكرمه. فلذلك أنك تتحرى تتحرى، الله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا، تحري هون أمر مهم جدا، تحرى مين هو أصله وفصله وكذا وصحابه وا 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 وا. دير بالك ترى بعض الأعلام، الأعلام الحمراء هذه ها اللي بنشوفها قبل الزواج نتجاهلها، لا هذا علم أحمر. لما يقولوا لك قاعد بيشرب، ترى بيشرب بيرة بسكر هذا مرة بالأسبوع، وأتفكر إنه لا والله بس هذه رايب يعني بس يعني هاي فوطة، لا لا هي علم أحمر. بسكر مرة بالأسبوع هي عبارة عن الشرارة اللي راح تحرق العمارة، أقول لك مش شرارة هي نار كاملة نستهين فيها. طبعا ما بحكي لك حكي فاضي لأن كل هذه خلال 39 سنة بعض القصص. أي والله أنا قلت لأخوي، قلت له الله يفرج كربه، قلت له لا 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 البيت مقدس، تسكر برا البيت مقدس، وكعمي إذا النار برا وما طفيتها راح تحرق البيت والجيران لا قدر الله. فلذلك إنك تتجاهل بعض الخلق وبعض الأعلام الحمراء الخطيرة اللي شفتها قبل الزواج لما سألت عنه، لما تشوف هذه الآلام والأمور والول لا 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 اللي عند أهله على مهله، ما تروح هي بتعاسة، ما تروح بآلام، ترى ما حدا قد التعاسة والآلام والهم، ما حدا قد الآلام والهم. اللي واحد قادر يوقف على مسمار مصدي، بقول لك حتى لو استحمل المسمار المصدي ترى الحياة الزوجية المؤلمة التعيسة أسوأ من ذلك، وآلامها بالقلب، وما يعلم آلام القلب إلا الرب سبحانه جل في علا. إذا أحباب الله التحري أمر هام جدا، والانتباه إلى بعض الإنذارات، العلم الأحمر، كرت الأحمر، الكرت الأحمر طرد بكرة القدم، الكرت الأحمر لما تشوفه لما جايلكم هذا بشعر حلو هيك ها، وسيارة البارحة نظفها حتى مش سيارة جايبها بس هيك يسوينا طيب، ترى تأكدوا تأكدوا يا أحباب الله تأكدوا، لا تنغروا لا تنغروا، لأنه لما تشوفوا الكرت الأحمر بالمقابلة اعرفوا إنه مطرود بأدب، ادعوا له بالهداية، معلش ادعوا له بال نظافة، ادعوا له بالخير معلش، بس ما تقول والله يلا بكريات ببطل يشرب، بكريات ببطل لف والدوران. واحد أخ نعم أخي في الإسلام قابلته مرة في بقالة دكان سوبر ماركت اللي بدكم تسموه، فبطلع هيك وقاعد بيقلب الخبز وبطلع بيقلب وبقرا وهذا، سبحان الله
احنا نكون قاعدين في استراحة الجامعة ناكل وفي مكان شوف عادي انه قاعد وبيشرب بس الناس نقول بسكر بيشرب طيب بيرة بالكحول يعني بيرة حرام طيب. فأنا استغربت قاعد بيقلب الخبز وهذا اجيت قلت له يا فلان السلام عليكم كيف حالك طيب. على فكرة كان رجل جدا طيب أسأل الله أنه يكون من أحسن الناس الآن لا أعرف أين أراضيه من 30 سنة يمكن ما أعرف أو أين 30 يمكن 35 سنة لا أدري أين هو فقلت له يا فلان أنت شو قاعد بتقلب شو قاعد تسوي قال لي بدي أتأكد ما فيش فيه الخبز خنزير ما فيش فيه خنزير قلت له خنزير قلت له كان قاعد أنا قاعد بالستار شايفك من بعيد قاعد تشرب بيرة تسكر طيب قال لي كلمة أسأل الله أنه يكون أفضل مني ومنكم الآن وربنا يكون هادي ويكون في سعادة قال لي يا أحمد أي يعني أخربها من جميع الجهات مع ربنا الله الله ما أجملها من كلمة يا أحمد يا أحمد اسمي يا أحمد يعني أخربها من جميع الجهات مع ربنا والله هذا الإنسان ما ندري إن الله يرفع وينفع ويهدي ويصلح أحواله ترى دير بالكم لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ولكن لما تيجي لشغلة زواج وما زواج وجايينا ومش عارف إيش وشفت كم من كرت أحمر كرت الأحمر طرد بأدب أو بغير ذلك فأحباب الله سامحوني على الإطالة الموضوع ترى ممكن نتكلم فيه أيام وساعات وقصص وراء قصص هذه الأيادي أسأل الله الثبات في الدين وحسن الخاتمة دفنت ناس قتلوا زوجاتهم طبعا أتيت إلى الموقف قبل ما أعرف الزوج والزوجة وصلت طلبت عندما وصلت لقيت الزوج قتل زوجته وطلع طابق أعلى طابق وانتحر دفنتهم الثلاثة قتل أختها أيضا بإيدي هاي أو بيدي ترى الأمر مش هين قصص كثيرة وقصص أنا جايكم اليوم أقول لكم والله هي العيلة الفلانية تبارك الله ابنهم رائع تبارك الله بنتهم حفظت القرآن الكريم ممتاز الحمد لله روعة احنا قاعدين نتكلم بأمور حتى لا تقعوا في الهم والغم والآلام والحفر والمصائد مصائد الشيطان حتى لا نقع وإن وقعنا لا نسجد للشيطان امسك حبل التوبة وقف قم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود إن أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ربنا يحب التوابين الله سبحانه وتعالى يفرح بالتائب ولكن التائب تيجي تائب أهلا وسهلا أما تيجي وكلك على بعضك هم وغم ومشاكل ومصائب وانت مشروع دمار مشروع خراب مشروع كذا وكذا لا لا ابعد عن بنت الحلال واذا انت كنت مشروع آلام ولا تعلمي شيء ولا تفقهي شيء من الدين والأخلاق وا 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 لا تيجي لابن الحلال وتتعش حياته طيبون للطيبات انتم الطيبون جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.